قولي لي كانت صعبه البطوله بمقارنه بالبطولات اللي قبل كده، ولا حاسه ان هي يعني احنا كنا يعني احنا كجمهور كنا شايفينها صعبه؟ انت بتقولي لا، حكى ليكي راي تاني، رايك ايه؟ هو لا، السبب بس انه زي ما الكابتن بيقول ان هو مش اول مره نتحط في السيتويشن ده فعلا. دي حقيقه. وكان الاصعب منه كمان كان الدوري السوبر السنه اللي فاتت، فده المرتبط، يمكن هو المرتبط كان بيطمننا اكتر، فدايما بيبقى انت فارق بنقطه صحيح. فهو ده كان اللي حصل. واحنا الحمد لله اكيد برضو كنا عايزين نحافظ ان هو اللقب ده معانا بقاله 8 سنين، فاكيد كنا عايزين نحافظ ان هو يفضل معانا ما يتكسرش سنه عشان معاك نفضل 7 من 8 صح؟ لا انا معايا الثمانيه. الثمانيه كلهم بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله كابتن علي. ها ماشي. فدي حاجه في حد ذاتها حاجه جيده، بس خليني اقول برضو ان هتكلم بصراحه دي، احنا كلاعبين باسكت لما يبتدي الموسم معانا بخساره وكانت من نفس الفريق المنافس، احنا واضح ان احنا هيبقى في كلاكيت 20 مره مع سبورتنج بالظبط. فلما بتبتدي بخساره وبرده اصابه لعيبه مهمه زي ثريا اكيد بتحس ان لا ده احنا مش الموسم، يعني انا اسف يعني مش بتاعنا السنه دي. قلتوا كده لبعض ولا لا؟ لا بصراحه خالص، يعني لا ما كانش في اي حاجات سلبيه خالص. فحتى في اجتماعاتنا في بعد التمارين بعد حتى الخساره لا كنا بنقول هنعوض. حتى اول اجتماع حصل بعد ماتش السوبر الاولاني لما نزلنا التمرين، لا كابتن علي قعد يكلمنا فعلا في الميتنج قبل التمرين، يا جماعه خلاص وبطوله خلصت وهو مش زعلان عليها لان احنا لسه الاهم. البطوله كانت ماتش واحد بالظبط، يعني البطوله مش مؤشر للمستوى الحقيقي بالظبط كده. وكمان بصراحه كنا لسه في الاول فهي جت بدري صحيح. الخساره حتى جت بدري والحمد لله انها كانت قدرت تفوقنا ان احنا لا يعني نفوق يعني بوينت كده نشوف هنعمل صحيح. ايه فهو بالفعل ده كان اللي حصل، الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نلم نفسنا حتى بعد خساره الماتش الاولاني وكسبنا يعني، وكان حتى الفرقه شكلها حلو جدا ما شاء الله لسه في بدايه الموسم ان شاء الله.